في سكيكدا وصلت تصدير الغاز المسال بعد توقف دام لأشهر، وذلك بحجم صادرات بلغ نحو 0.7 مليون طن. ينضم معنا الدكتور محمود ممدوح سلامة، عفوا، أهلا بك أستاذ ممدوح سلامة. أهلا وسهلا دكتور ممدوح سلامة. النفط يصعد لأعلى مستوى له منذ 2014 مسجلا أكثر من 90 دولارا، ما الذي يجعل الأسعار تحقق كل هذه المكاسب؟ السبب الأكبر هو قوة الاقتصاد العالمي وقوة الطلب العالمي على النفط، إضافة إلى انخفاض المخزون العالمي من النفط. يضاف إلى ذلك الاضطرابات السياسية الحاصلة الآن في أوكرانيا وهجمات الحوثيون اليمنيون على بعض الأهداف في دولة الإمارات العربية. إذن سيد ممدوح سلامة، كيف تلعب هذه التوترات في شرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط التي كنت تتحدث عليها الآن على تحركات الأسعار؟ أنت تعلم أن النفط له جانبان، جانب سياسي وجانب اقتصادي، والجانبان لا يمكن أن يفترقا. فبالتالي عندما يكون الاقتصاد العالمي قوي والطلب العالمي على النفط قوي كما هو الحال الآن، أي اضطرابات سياسية أو توترات سياسية تؤثر على الأسعار، لأن الأسعار تتأثر بهذه التطورات. وبالطبع الآن أكبر تطور سياسي هو أزمة أوكرانيا، هذه من الممكن أن تتطور إلى حرب شاملة، ولكن ويمكن كذلك أن تحل بالطرق الدبلوماسية، لكن تأثيرها الآن موجود على الأسعار. وبالتالي شاهدنا ارتفاع خام برنت إلى ما يزيد عن 90 دولار للبرميل الواحد الآن، وأنا أتوقع أننا في وضع ستستمر الأسعار في الصعود للسنوات الخمس القادمة، وقد نرى الأسعار ترتفع إلى أكثر من 120 دولار للبرميل الواحد. فلنتحدث دكتور محمود ممدوح سلامة، فلنتحدث على الثلاثة أشهر المقبلة، ما هي التوقعات؟ كيف ستكون؟ توقعاتي أن الأسعار ستستمر في الارتفاع، وأعتقد أن التساؤلات بالنسبة لحجم الطاقة المتوفرة أو طاقة الإنتاج المتوفرة لأوبك بلس ستلعب دورا. طبعا منظمة أوبك بلس ستستمر في سياستها، وهي زيادة الإنتاج ب400 ألف برميل في اليوم حتى شهر نيسان القادم أو ما بعد. هذه السياسة سياسة راجحة وتؤثر على وتدعم ارتفاع الأسعار، لكن سنجد نفسنا بعد ثلاث أو أربعة أشهر في وضع يتساءل الناس، هل لدى منظمة أوبك القدرة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط؟ دكتور ممدوح سلامة، أن أوبك قادرة على ذلك، ولكن في عام 2022 أواخر 2022 سنرى أن الأسعار قد تقفز إلى أكثر من 100 دولار بسبب النقص. دكتور ممدوح سلامة، سؤال آخر دكتور ممدوح سلامة، كيف ستستفيد الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها الجزائر من ارتفاع هذه الأسعار؟ أنت تعلم مثلي أن الجزائر ودول الخليج العربي المنتجة للنفط تعتمد بنسبة 85 إلى 90% على صادرات النفط، فبالتالي الارتفاع الحاصل الآن يمكنها من سد العجز في ميزانيتها وتوسيع يدها فيما يتعلق
بالإنفاق على المصلحة العامة وعلى المشاريع العامة في هذه الدول، مما ينمي الاقتصاديات لهذه الدول. الدكتور ممدوح سلامة، خبير نفط العالمي، شكرا لك، كنت معنا مباشرة عبر شروقي الإخبارية. شكرا لك. تكملة